اهلا وسهلا بحضرتك وشرفتونا وشكرا على الضيافه. يعني احنا سعيدين نكون ضيفنا على هذا البرنامج، برنامج رواد النجاح. تسلم، الله يحفظك، دي شهاده نعتزي بها ويا رب نكون عند حسن الظن ان شاء الله. باذن الله ان شاء يعني الله. يعني المهندس عطيه من خلال هذا البرنامج ومن خلال برنامج رواد النجاح وهذا البرنامج الوطني الذي نستضيف فيه نخبه من ابناء الجاليه المصرية الموجودة والمقيمة على أراضي دولة قطر الحبيبة، قبل الخوض عن أرض البيارة للتجارة والمقاولات نريد أن نعرف السادة المشاهدين حفظا بالألقاب عطية عايد صاحب البيارة للمقاولات، من هو انطلاق العملية والعلمية إلى ما وصلت إليه الآن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا اسمي عطية عايد، مصري الجنسية، عايش في دولة قطر، موجود من سنة 2000 شهر 9. ربنا أكرمني ودخلت الدولة في سنة 2000 شهر 9 بفضل من الله ونعمة. تدرجت في أكتر من شركة ومسكت مواقع في أكتر من شركة لين ربنا أكرمني في 2009 وابتديت أن أنا أسس شركة أرض البيارة. تمام. يوم ما أسست شركة أرض البيارك، أسسنا شركة أرض البيارك للمقاولات وأسسنا شركة أرض البيارك للعوازل المائية والحرارية. نعم. حاولنا بقدر الإمكان ندرس السوق القطري الأول علشان نقدر يكون لنا مكان في السوق القطري. تمام. لأن السوق القطري من كتر الشفافية اللي فيه لازم تكون صادق جدا مع العملاء وصادق مع نفسك حتى يكون لك مكان ثابت في السوق القطري، وده اللي حاولنا طبعا نسعى ليه. وطبعا بنشكر جدا 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 الأمير الوالد والشيخ تميم ان هم اتاحوا الفرصة لأي مستثمر بيحاول يثبت نفسه ويكون امين مع المواطن ويكون امين مع نفسه ويحافظ على قوانين البلد ان هو ياخد مجال وياخد خطوة. ولولا الدعم من الدولة مهما كان الإنسان طموح او بيحاول ينجح مستحيل هيقدر يوصل لحاجة بدون دفع من الدولة. جميل. فإحنا طبعا بنشكر دولة قطر لأن هي أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نشتغل وإحنا في اطمئنان، نستثمر وإحنا مطمئنين. الاطمئنان بيعطي لأي إنسان الإبداع، بيديك مجال إن أنت تثبت نفسك، بيديك مجال إن أنت تعدي أي عقبات قدامك. فالحاجات دي كلها طبعا بتحتاج دعم ودافع. الدعم والدافع بدون ما تكون صادق مع نفسك او
حابب تشتغل بما يرضي الله فطبعا هتبقى ضيعت كل شيء. فاحنا حاولنا نستغل الدعم في ان احنا نبني اسم محترم وسمعة محترمة في السوق، ونحمد الله لما وصلنا عليه، وبنسعى جاهدين ان احنا نعلى درجات اكتر من كده ان شاء الله. ارض البياع للتجارة والمقاولات، نتحدث عن هذه الشركة، نتحدث عن الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال هذه الشركة، نتحدث أيضا عن أهم الخدمات التي تقدمها هذه الشركة، وأيضا يعني أرض البياض للتجارة والمقاولات، كيف أتى هذا الاسم؟ تفضل سيدي. هقول لحضرتك، أولا أنا لما بيدخل عندي عميل جاي لي بخرائط من الاستشاري، بحاول بقدر الامكان ان اول شيء ان انا منافسي على حاجه اسمها السعر، لان هو قبل ما بيدخل ارض البيارات بيكون دخل شركه واثنين وثلاثه بيحاول ياخد منهم عروض اسعار. ما ينفعش انا العميل داخل عليا وبيقول لي مثلا انا عندي سعر 2 مليون، فما ينفعش ان انا من قبل ما اشوف الخرائط اقول له خلاص انا بعطيك 1,900,000. الكلام ده طبعا غير صحيح، واي حد بيستعمل الطريقه دي ما بيقدرش يكمل. لازم اخد الخرائط، عندي قسم كامل انشائي بيبتدي يعمل فحص للخرائط كامله ويشوف التسليح اللي موجود فيها ويشوف كميات الخرسانات ويشوف كميات الطابوق ويعمل حساب كامل للمشروع، تمام، وبعطيه 24 ساعه بنعطيه ساعه. ولكن بنحاول احنا السياسه بتاعتنا سياسه واضحه جدا، بنحاول على قد ما نقدر المكسب ما يكونش اوفر، تمام، يكون مكسب على بسيط ولكن الاستمرارية، تمام. وبنلعب في نقطة ان احنا نورد ماتيريال من اجود انواع الماتيريالات الموجودة في السوق، بنحاول على قد ما نقدر نحافظ على الاسم مع العميل ومع الاستشاري، لان في الاول وفي الاخير انا بحاول اوظف العميل لشركة ارض البيارك ان هو يكون دعاية دون ان لا يشعر، ويكون دعاية دون ان لا يشعر ده في حد ذاته لما اكون انا صادق معاه اثناء التنفيذ. يعني أرض البيارق للتجارة والمقاولات، هذه الشركة الرائدة التي يعني حققت إنجازات عظيمة في دولة قطر ويفتخر فيها القاسي والدالي. يعني دعنا نعرف السادة المشاهدين عن أهم هذه الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال هذه الشركة. أولا أرض البيارق هي أولا معناها أرض الأعلام، فإحنا حاولنا نكون علم موجود ضمن السوق القطري، وبنسعى جاهدين ان شاء الله ان احنا يعني نخطو خطى ثابته نحو النجاح. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا وعملنا مشاريع متفرقه لعملاء كتير جدا، والتعامل مع العملاء يعني لما عميل يدخل بفله او اثنين او بثلاثه او باربعه او بخمسه الموضوع بيكون صعب جدا. ان احنا نعمل مثلا لو هنعمل مجمع 60 فله الموضوع سهل، لان جاي لك المشروع كامل باكج 60 فيلا، فبنكون كلنا متواجدين في قلب المشروع ما بيحتاجش مننا جهد. لكن لما كل يوم والتاني والتالت يدخل عندك عميل وانت بتقنعه بارض البيارك وبتقنعه بشغل ارض البيارك، طبعا عندنا الانستغرام بتاعنا وعندنا السناب بتاعنا وبنوري له الشغل على الطبيعه وبنبعت له المواقع هو يقيم الشغل، فالشيء ده بياخد جهد مبذول غير طبيعي. فعلشان تتعامل مع كل عميل على فترات متفرقة وتثبت له ان ارض البيارك فعلا موجودة على الساحة وشركة محترمة وبتحترم العميل وبتحترم كلمتها وبتحترم العقد المتفق عليه بين الطرفين، فالحاجات دي كلها بتدي سبل الراحة للعميل، تمام. وبناء على الحاجات دي كلها ربنا اكرمنا واحنا بنعمل في السنة ما يعادل 45 ل 55 فيلا في السنة، الحمد لله اللهم لك الحمد، او بالاحرى في السنة وست شهور، لان احنا العقد بتاعنا بيكون 18 شهر، تمام. طبعا بنبتدي من مرحله العرض وبننتهي لمرحله التشطيب لين تسليم المفتاح، يعني تمام؟ من A to Z، من A to Z، من الابره للمفتاح طبعا. ولكن تقييم التشطيب بينطبق او بيتقيم تبع امكانيات المالك وليس تبع امكانيات الشركه، لان ممكن يدخل عندي عميل تبقى امكانياته على قد القرض اللي هو واخده من دوله قطر الحبيبه، فمش قادر ان هو يضيف عليه، فيقول لي مثلا انا محتاج مثال بورسلان مثلا ب 30 ريال،
واحد تاني يجي يقول لي انا محتاج بورسلان ب 70 ريال. فجوده التشطيب، جوده التشطيب اي شركه موجوده في دوله قطر بتحاسب على التنفيذ فقط وليس على الماتيريال، لان الماتيريال يخص امكانيات المالك. جميل جدا. يعني مهندس عطيه عايد، يعني شركه ارض البيارق من الشركات الرائده في دوله قطر، يعني وتم اختيار هذه الشركه اليوم من بين الشركات المتواجده في دوله قطر الحبيب، ولكن تم اختيار هذه الشركه من خلال معدين هذا البرنامج، ووجدنا ان هذه الشركه بصراحه يعني من خلال معدين هذا البرنامج تتمتع بشعبيه عاليه الحمد لله وسمعه طيبه. السؤال هنا، كيف جاءت هذه الشعبيه؟ اي شعبيه بتاتي عموما مع الصدق، يعني اي حد قادر ان هو يتكلم ويقنع اللي قدامه. نعم. لكن وقت التنفيذ هنا بيحصل الاختلاف، تمام؟ لكن لما العميل بيدخل وبنتكلم معاه في بعض النقاط، انا بيجيني الخريطه وبعد ما بنتفق تمام وبنوقع العقد بنبتدي نستلم الارض، بننزل بنعمل تقرير مساحي وبنجيب جيت ليفل، بنحاول على قد ما نقدر نشتغل شغل قانوني، يعني اللي موجود في العقد هو اللي بننفذه، تمام؟ فلما العميل بيشوف اللي موجود في العقد متنفذ على ارض الواقع هو اجباري دون ان لا يشعر اثناء الجلوس في المجالس، اثناء الجلوس مع ربعه، لما حد بيكون مقبل على المداء على البناء ويقول مثلا انا محتاج شركه، انت اشتغلت مع مين؟ فبيقولوا له انا اشتغلت مع ارض البيارق. طيب انت ايه رايك في ارض البيارق؟ هل قابلت معاهم مشاكل؟ لا والله انا من ساعه ما اتفقت معاهم كل بنود العقد ماشيين عليها كما يجب. فده اهم شيء في السمعه، ان انت لازم تكون صادق مع نفسك، مش صادق مع الناس، صادق مع نفسك، تبقى عارف هل العقد اللي انت متفق عليه ده قادر على التزام بيه مع العميل ولا لا. بس هو ده اللي كنا بنسعى عليه المدة دي كلها. باسم أرض البيارق للتجارة والمقاولات، باسمي وباسم شركة أرض البيارق للتجارة والمقاولات وباسم كل مستثمر أجنبي داخل دولة قطر،
فعلا نوجه الشكر والتقدير للشيخ تميم بن حمد والأمير الوالد أطال الله في عمره، لأن فعلا لولا دعم الأمير ولولا الأمن والأمان الموجود داخل الدولة مستحيل أي حد هيقدر يخطي خطوة نحو النجاح. فإحنا نشكرهم كل الشكر، ونسأل الله العلي العظيم أن يديم الأمن والأمان على هذه البلد وعلى بلاد المسلمين جميعا. اللهم امين. اللهم امين. يعني شوية دكتور مريم عبر البرنامج في دول الخليج، شو بتحب توجه أيضا رسالة لمن تحب عبر هذه الشاشة؟ المايك معك والكاميرا لك، تفضل سيدي. رسالتي لأي حد حابب يدخل مجال الاستثمار أو مجال البيزنس، حاول ما تسمعش لكلام أي حد يحاول يعطلك، حاول تجتهد، حاول تثبت نفسك، حاول تكون دارس خطواتك علشان تقدر توصل للهدف اللي انت حطه جوه طموحك. لازم يكون عندك طموح، الطموح ده قابل للتجديد بين حين واخر، لان لو حضرتك طموحك انتهت فمعنى كده الحياه انتهت. حاول تكون مقبل دايما على النجاح، مش عيب ابدا ان انت تقع مره واثنين وثلاثه، لكن العيب ان انت تيأس. جميل جدا. يعني المهندس عطيه عايد المدير العام لشركه ارض البيارق للتجاره والمقاولات، احنا بنشكرك. شكرا جزيلا. يعني مره اخرى من خلال هذا اللقاء، وايضا نشكرك على حسن الاستقبال والضيافه يا سيدي. شكرا جزيلا. شكرا. تحياتي للمشاهدين. هذا البرنامج برنامج رواد النجاح، لا يسعنا ان نتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى رجل الاعمال المهندس عطيه عايد المدير العام لشركه ارض البيارق الواقعه في دوله قطر الحبيبه. مهندس مره اخرى بنكرر شكرنا وشكرا جزيلا لك سيدي. اهلا وسهلا بكم وشرفتنا. شكرا. اعزائي المشاهدين، دمتم برعايه الله، نلقاكم في الحلقات القادمه. الى اللقاء.